تلبية لاحتياجات المزارعين في مناطق الأغوار، افتتحت وزارة النقل والمواصلات ومحافظة أريحة دورة تأهيل قيادة الجرارات الزراعية لمزارعي الأغوار، والتي من خلالها تم تدريبهم وإخضاعهم للفحص العملي لإصدار الرخص اللازمة لهم وقيادة جراراتهم الزراعية بشكل قانوني. توجيهات سيادة الرئيس وتوجيهات من الحكومة الفلسطينية على رأس الدكتور محمد شتية إن تسهيل الأمور على المواطنين وتعزيز صمودهم وتثبيت المواطنين في أرضهم، كانت هاي المبادرة إنه نعمل هاي الدورات من أجل إنه نسهل عمل الرخص السواقة للفلاحين وإنهم يحصلوا على رخص السواقة للتراكتورات حتى إنه يؤدوا واجبهم ويقوموا في عملهم في مزارعهم، ويفوت الفرصة على الاحتلال إنهم يحجزوا التراكتورات ويحجزوا المواطنين. كانت مبادرة من الحكومة الفلسطينية إنهم يرخصوا هاي التراكتورات. ارتأى معالي الوزير إنه من خلال مساعدتهم في الحصول على رخص التراكتور والمعدات الزراعية إنه بتساهم في تخفيف العبء عنهم والتخفيف من مضايقات الاحتلال، وبتساهم في تثبيتهم في أرضهم، وبتساهم أيضا في تطوير القطاع الزراعي. كمان معالي الوزير نفس التوجيهات اللي أبداها في ريحة والأغوار أبداها في مناطق طوباس وأبداها كمان في مناطق مسافر يطة. تسهيلات كثيرة قدمتها الوزارة لمزارعي الأغوار لتعزيز صمودهم في أرضهم كأصدار الرخص اللازمة لهم للآليات والجرارات الزراعية التي تخدم المزارعين في عملهم والتي يتذرع الاحتلال بمصادرتها بحجة عدم الترخيص. اليوم كان في إنجازين لوزارة المواصلات، وبشكر معالي وزير النقل والمواصلات السيد عاصم سالم على هذا الإنجاز العظيم، وهذا حدث لأول مرة بيصير في وزارة المواصلات في مساعدة المزارعين والفلاحين أن يحافظوا على أراضيهم في منطقة سي والمناطق المهمشة كما قال السيد ياسر الخطيب، وهذا إنجاز عظيم بالنسبة لهم. كان هذا الإشي صعب جدا على الطلاب. ويأتي هذا العمل ضمن رؤية الحكومة لدعم القطاع الزراعي والمزارعين في المناطق المستهدفة في مناطق الأغوار. يواصل الاحتلال استهداف المزارعين في مناطق الأغوار بمختلف الوسائل، ومن هنا ارتأت الحكومة لتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لتثبيتهم وتعزيز صمودهم وتمكينهم في أراضيهم. من مدينة أريحة، وطن بلاص، تلفزيون فلسطين.